يا صباح الفل على حضراتكم مره تانيه. رجعنا لصباح اون والنهارده 11 ابريل. تعالوا نستعرض على اهم المانشيتات في صحافه المصريه النهارده، لكن تعالوا نبتدي النهارده بشكل مختلف. نروح للصحافه الاجنبيه والانجاز العظيم اللي حققه الفرعون المصري محمد صلاح. محمد صلاح امبارح حقق رقم مميز جدا مع نادي ليفربول الانجليزي، نجح في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي 3 مرات في موسم واحد بمختلف المسابقات الانجليزيه والاوروبيه. النجم المصري محمد صلاح سجل في المباريات الثلاثه اللي تمكن خلالها ليفربول من تحقيق الفوز على مانشستر سيتي. سجل محمد صلاح هدف الفوز على مانشستر سيتي امبارح الماتش اللي خلص 2-1 في المباراه اللي جمعتهم بملعب الاتحاد امبارح في اياب الدور ربع النهائي بمسابقه دوري ابطال اوروبا. تعالوا نشوف الصحافه الاجنبيه بتقول ايه. نبتدي مع صحيفه ميرور سبورت. ميرور سبورت بتقول مو افضل من الزرق. اكسبريس بتقول مو الجبار يخرس سيتي. نروح لصحيفة تانية اي سبورت. اي سبورت المانشيت اللي فيها بيقول صلاح يطرد سيتي. الجارديان البريطانية تحت عنوان صلاح المنقذ. واخيرا صحيفة ديلي ميل صلاح بيسجل واحلام سيتي تتبخر. حاجة مشرفة جدا جدا. الله اكبر. الله اكبر. طيب الدستور الصفحة الأولى هنروح لموضوع مختلف تماما خالص. كل شيء هتعرفه عن موازنة 2018-2019 مكتوبة بالشكل اللي قدام حضراتكم، يا شكل مبسط خالص، أرقام مئوية، نسب مئوية وأرقام بالمليارات، تعرفوا يعني سريعا كده إيه بيعبر عن إيه. ولاء متخصصة في الاختصاص فبتحب الأرقام قوي. طيب نروح مع حضراتكم لليوم السابع، حوار ألفريد كيلر الرئيس التنفيذي لشركة فيزا مع بيقول لليوم السابع مصر بتمتلك رؤية جريئة لتطوير الاقتصاد والاستفادة من المدفوعات الرقمية لتحقيق الشمول المالي. حوار بيبعث الثقة في الاقتصاد المصري، ممكن حضراتكم تطلعوا عليه على صفحات اليوم على صفحات اليوم السابع. الأخبار صفحة 6 و7 منشط مكتوب فيها أو تقريبا تحقيق أعتقد مصر بتداوي أوجاع الصحة، افتتاح 37 مستشفى و35 مستشفى تانية آخر العام و42 للنساء والأطفال قريبا، ومعجزة ترويض فيروس سي طبعا، وأزمات نقص الدواء بتجد حلا. يعني كلها حاجات بتخص قطاع الصحة، وأكيد طبعا قانون التأمين الصحي هتلاقوه موجود برضو. ضربة معلم لخدمة الشعب. صحيح. نروح من الأخبار إلى جريدة الشروق وحوار مع دكتور صلاح الغزال رئيس اللجنة القومية للسكر. ربع المصريين يواجهون وباء السكر، رقم ضخم جدا وكبير، ووضعه أخطر من فيروس سي. حالة وفاة كل 6 ثواني بسبب المرض على مستوى العالم. اللجنة الخاصة باللجنة القومية للسكر لم تجتمع منذ عامين، كنا هنصدر توصيات من قبل ولم يلتفت إليها أحد. الممارسات الطبية في مصر بها أخطاء فادحة، وما يقدم في البرامج الطبية لا علاقة له بالطب. جريدة الوطن الصفحة الأولى، وزيرة الهجرة بتقول اليوم بدء طرح شهادة أمان بالجنيه للمصريين في الخارج. دي خطوة كانت طبعا هي كانت للداخل الأول، دلوقتي أصبح للخارج. مكرم بتقول برضو، اللي هي طبعا نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، بتقول دليل على رعاية الدولة لأبنائها. وعكاشة اللي هو أستاذ هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي بيقول متاحة من خلال 4 بنوك. اليوم السابع بتركز النهاردة على خبر عودة السياحة الروسية أو الطيران الروسي لمصر، أول بشاير عودة السياحة الروسية إلى مصر، عنوان في اليوم السابع النهاردة. وبتتكلم عن تفاصيل الرحلة الأولى، مطار القاهرة الدولي بيستقبل 160 راكب روسي غدا، أول الرحلات المتجهة إلى موسكو بعد عودة الطيران مرة أخرى ما بين القاهرة وموسكو. اليوم السابع وصفحة 9 مكتوب معلومات ظريفة، 11 معلومة عن نظام النقل الذكي بالطرق ودوره في مواجهة الحوادث. نروح مع حضراتكم للوطن، محمد صلاح تأثيره وصل لغاية الصين. الصين بتستعين بإعلان صلاح الفرعون عدى الحدود. 14 مليون مشاهدة للفيديو خلال أسبوع و500 مكالمة يومية. الله أكبر. لازم كل ما تيجي سيرة محمد صلاح
نقول الله أكبر. الصورة الرائعة الجميلة لنجمنا المشرف مصر بجد والله. يعني من رغم أنا ماليش في الرياضة خالص ماليش فيها خالص ولا بتابعها ولا أعرف أي حاجة، بس أخبار وبلاقيها في كل حتة ما شاء الله عليه. يعني تفتح سوشيال ميديا، تفتح جرايد، صحيح، تفتح التلفزيون، ما تفتحش أي حاجة وتقعد تسمع الناس حتى تلاقي محمد صلاح. وهنفضل دايما نقول عايزين محمد صلاح في أكتر من مجال. يعني محمد صلاح النجم الكورة ده ربنا يوفقه يا رب زيه، وهو بالرغم من كل ده والشهرة والنجومية وكل حاجة لكنه مرتبط لسه بقريته، مرتبط بسيون البلد اللي طلع منها، فدي حاجة جميلة جدا بنحيي عليها النجم الكبير محمد صلاح. نجريج تحديدا القرية بتاعته، قرية نجريج في بسيون. طيب بعد الفاصل مع حضراتكم هنكون مع حكايات النجوم والفنانين والمشاهير وكتاب حكايات ناقصة حتة.